خليني أبدأ مع الدكتور كمال. وإحنا بنتابع دكتور تطورات، ويمكن حضرتك من قريب كان ليك مداخلة تليفونية مهمة معانا عن موضوع كنا بنتابع فيه بعض التطورات الخاص بالعملية التعليمية، وحضرتك كنت يعني بشكل كبير بتنقد الوضع الحالي لغياب الحوار المجتمعي، ودي يمكن أكبر نقطة حضرتك كنت بتعلق عليها. خليني أبدأ مع حضرتك بداية بهذه النقطة، إلى أي مدى غياب الحوار المجتمعي بيأثر بشكل كبير على العملية التعليمية اللي احنا بنشهدها النهاردة؟ بيأثر بشكل، مش عايز أقول بشكل كامل، بدون شك. أولا من الحاجات اللي احنا عمالين نقولها من حوالي 30-40 سنة أنه التعليم لم يعد من الممكن أن يظل مسؤولية وزارة التربية والتعليم. يعني جرت في نهر التعليم مياه كثيرة، بقى عندنا تكنولوجيا، بقت الدولة ما تقدرش تشرف على الموضوع بالكامل. عدد التلاميذ في مصر زاد على 22 مليون تلميذ، محتاجين حشد الطاقات سواء فردية، محتاجين الجمعيات الأهلية، محتاجين رجال الأعمال، محتاجين المعلمين، محتاجين المديرين. يعني ما بقاش التعليم عملية بسيطة إنه مجرد وزارة ومدرسين وانت بقى كولي أمر حاطط في بطنك بطيخة صيف زي ما بيتقال، وقاعد في بيتك وكل سنة بيجي لك ابنك يقول لك أنا ناجح أو كذا. لا، الأمر ما بقاش كده. الأمر بقت في مؤسسات وفي أجهزة زي ما قلنا، ولا يمكن إن تكون في عملية تعليمية حقيقية وناجحة من غير هذا الحوار المجتمعي اللي للأسف الشديد مش موجود تماما. لأنه الوزير رافض، لأنه إذا كنت شفتم الوزير بيعمل تصريحات في مع القنوات الإعلامية مع الصحافة، لكن فين هو؟ ما يجيش يقعد معنا ليه ونقول له إيه اللي حصل في الموضوع الفلاني، إيه اللي حصل في التابلت، إيه اللي حصل في كذا، هنعمل إيه؟ يعني حاجات بهذا الشكل ده ما حصلش خالص. وبالتالي أنا أظن أنه هيفضل فيه عاهة وآفة زي ما بيسميها طه حسين في التعليم طالما لم يقم هذا الحوار المجتمعي الشفاف اللي على رؤوس الأشهاد. أستاذ رفعت، يعني الإشاعات ما بتخلص خاصة في المنظومة التعليمية، وأخيرها كان حذف أجزاء من المناهج. عايزين في البداية نوضح للمشاهدين، هل في أجزاء من المناهج هتحذف قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول؟ وكمان نتكلم على جزئية الشائعات، ولكن في البداية نعرف المعلومة. بإطلاقا ما فيش حذف المناهج، ويمكن أكثر من مصدر في وزارة التربية والتعليم وبيان رسمي طلع من الوزارة ونفى تماما أن هناك حذف في المناهج. حتى كل المراحل، كل المراحل. حتى بعد ما بدأ يشاع ان هناك الموجة الرابعة بالنسبة لكورونا، وهناك ما يسمى بالفيروس او متحور الجديد إوميكرون، البعض قال ده احنا ممكن الدراسة توقف تاني وممكن يحصل تعليم عن بعد ولا تعليم اونلاين كتجربة فاشلة احنا مرينا بيها وكنا مضطرين لها احنا والدول العالم. كل هذا غير صحيح، وكلها مجرد كلها إشاعات. ستستمر العمليات التعليمية سواء في المدارس أو الجامعات حضوريا، سواء بالنسبة للشرح أو بالنسبة للامتحانات.